السلام عليكم، كنتمنى من الله كاملين تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نشارك معكم هذا الفيديو الكيش بصدر الدجاج وواحد السلطه ديال لي بات، شكل راقي ومكونات بسيطه كما العاده. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش علينا باللي جيم والاشتراك، ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه تفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. غادي نبداو بسم الله هنا العجينه ديال الكيش. عندي جوج كيسان ديال الدقيق فورس، عندي هنا معلقه ديال الملح ومعلقه ديال سنيده، وعندي 125 غرام ديال الزبده، وعندي بيضه كامله. بالنسبه هنا للزبده اي نوع بغيتي تستعملي. غادي ندير معلقه ديال الملح ومعلقه ديال سنيده، غادي نزيد عليهم الزبده، الزبده هنا راه طبيعه الحال بحراره الغرفه. غادي نخدم مزيان هاد الزبده مع الدقيق حتى يولي عندي عجين مرمل. يعني هنا من بعد ما قلت لكم في الاول غادي يولي عندي هنا خليط او عجين مرمل، غادي نزيد عليه البيضه، غادي نخدمها مزيان مع العجينه. من بعد غادي نزيد هنا عندي نص كاس ديال الماء، غادي نزيد غير شويه بشويه حتى يتجمع لي داك الخليط، غادي تولي عجينه لينه ماشي قاسحه وماشي جاريه. غادي تشوفوا كيفاش غادي تولي. هنا في الاول غير كنجمعها يعني ما كندلكهاش، من بعد غادي ندلكها غير واحد جوج دقائق وغادي نخدم بها. هنا صافي غير جمعتها وغادي نخليها ترتاح لمده ديال 10 دقائق. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما ارتاحت ديك 10 دقائق. صافي هنا غادي ندلكها غير كما قلت لكم في الاول واحد المده ديال 2 دقائق. عندي السطر ديال الدجاج، وعندي البصله، وعندي لي شامبينيون هنايا. غادي ندير مقله، غادي ندير فيها الزيت وندير فيها جوج حبات ديال البصله هنا مقطعين مربعات صغيره، وغادي من بعد هنا ما تشحروا اولا طاحت لي ديك البصله واحد شويه، غادي نزيد عليها السطر ديال الدجاج. غادي نزيد هنا شويه ديال الثومه غبره، كما كنعرفوا الثومه كتواتى مزيان مع الدجاج كتعطي واحد المذاق زين. هنا زدت معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، وعندي معلقه ديال الملح. صافي غادي نردها البوطة حتى تطيب وغادي نقلعها. هنا من بعد ما
كملتها. هنا عندي لي شامبينيون قليتهم حتى هما شويه ديال الزيت. عندي هنا الجبن ديال الموزاريلا، وهنا غادي نصاوب البيض اللي غادي نديرو فوق الحشوه. عندي هنا 3 ديال البيضات، وزدت عليهم نص كاس ديال الحليب، واحد شويه ديال الملح، وانا غادي نضربهم مزيان باش كما قلت لكم نزيدهم على الحشوه اللي عندي. بالنسبه هنا الحشوه اختياريه، كاين بزاف الانواع ديال الحشوه اللي تقدري تستعملي. من بعد ان شاء الله غادي نشارك معكم الانواع ديال لي كيش. صافي غادي نعمر هنايا هذوك الليمون الصغار، غادي ندير في الاول الدجاج، ومن بعد غادي نزيد عليه واحد الكميه صغيره ديال لي شامبينيون، وغادي نزيد عليها شويه هذا الخليط ديال البيض والحليب اللي صاوبت. ومن الفوق غادي ندير شويه ديال الجبن، اي نوعيه كانت عندك تقدري تستعمليها. صافي غادي نكمل هنا لي كيش دياولي، وغادي ندخلهم الفران. من بعد ما كان يعني شعلته قبل حتى سخن مزيان، وعاد درت فيه هاد لي كيش، درتهم الفوق واحد المده ديال تقريبا ما بين 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. من بعد كنهودهم لتحت يتحمر غير واحد شويه، يعطينا داك البيض اللون ديالو ويدوب لينا داك الفرماج، وصافي كنخرجوا. صافي هنا غادي نفوتو السلطه اللي غادي نوجدو. عندي هنا لي بات، اي نوع كان عندك تقدري تستعمليه. استعملت انا هنا لي بات اللي بالالوان، سلقتها مع شويه ديال الملح وواحد المعلقه ديال الزيت. بعد هنا من بعد ما سلقتها وخليتها نشفت شويه، غادي نزيد عليها، انا درتها في طبصيل، وغادي نزيد عليها معلقه ديال الزيت. واحد الرشه ديال الملح، واخا انا درت الزيت والملح في الاول، غير غادي نزيد عليهم دابا غير واحد شويه. غادي نزيد عليها هنايا الذره اولا المايس. عندي هنا بواطه ديال المايس ستها، وعندي هنا علبه ديال الطوم بعد ما نشفته من الزيت، زدتها حتى هي على بات. صافي غادي نحركهم مزيان، وغادي نزينهم هنا عندي بالبيض وبالطوماط سوغيس. تقدروا هنا بالنسبه للزين تقدري تستعملي اي حاجه كانت عندك، انا اكتفيت غير بالبيض وبالطوماط. انت تقدري ديري اي حاجه كانت عندك، سهله في التحضير وكتوجد في وقت وجيز جدا، وكتجي رائعه في المذاق صراحه.
صافي بطريقه سهله جدا مبسطه، وانتي تزين تحكمي فيه كما بغيتي ديري له ديري له. كان هذا هو الشكل النهائي ديال ليكيش ديالنا والسلطه اللي درت. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.